الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مشوارنا في موضوع قسم الحوالات. شباب، هنا قسم الحوالات يعتبر من ضمن أقسام البنك، والتي يقوم من خلالها بتحويل الأموال من البنك إلى الجهات الخارجية، واستلام الأموال من الجهات الخارجية أي البنوك الأخرى إلى لصالح عملاء البنك. طبعا هنا شباب، قسم الحوالات يستفيد منه البنك في تحصيل إيراد عمولة. طبعا هنشوف هنا القسم. طبعا هنا هنحرف الحوالة ونقول إنه الحوالة يا شباب هي أمر صادر من البنك. طبعا لما نتكلم عن حوالة صادرة فهو أمر دفع يصدر من البنك بناء على طلب العميل، يرسل هذا الأمر إلى بنك أو فرع آخر، يطلب منه بأن يقوم بدفع مبلغ معين لصالح شخص ثالث اللي هو المستفيد. طبعا يرسل هذا الأمر من خلال جهات اتصال بين البنك والبنوك الأخرى، طبعا من خلال طريقة معتمدة من خلال النظام المصرفي. وطبعا هنا الحوالة يا شباب يتم اعتادها من خلال خطاب مشفر، يقصد بالمشفر أي أنه يحمل أرقام سرية خوفا من تزوير الخطابات. طبعا هنا الخطاب الصادر من البنك يحمل قيمة المبلغ المطلوب تحويله إلى البنك المستقبل. محتوى الخطاب هو مطالبة البنك بدفع القيمة لصالح العميل، عميل البنك الآخر الذي يسكن في مكان معين محدد في الخطاب، ويحمل رقم هوية كذا أو رقم حساب مصرفي كذا. طبعا هنا الصيغة المعتمدة في موضوع الحوالات، وهي السيد المدير مدير البنك: نفوضكم نحن بنك فلسطين مثلا فرع خان يونس بدفع مبلغ الحوالة إلى طرف عميلكم، طبعا اسمه بالكامل، وهي حوالة صدرت من حساب عميلنا لصالح عميلكم، طبعا يحمل رقم هوية أو حساب جاري محدد في خطاب الحوالة. عفوا. أنواع الحوالات يا شباب، عندي حوالات داخلية وتنقسم إلى صادرة وواردة، وحوالات خارجية برضو صادرة وواردة. طبعا بدنا نشوف هنا يا شباب الحوالات الداخلية أول شيء الصادرة. طبعا هنا يقدم العميل إلى البنك يطلب منه أن يقوم بتحويل مبلغ ما إلى حساب إلى شخص آخر في بنك آخر، سواء كان بنك آخر. طبعا هنا يكون الحوالة الداخلية فحيكون البنك داخل الدولة. هنا يستوفي البنك المحلي قيمة الحوالة سواء نقدا أو تخصم من حساب العميل. طبعا هنا البنك قبل أن يقوم بتحويل المبلغ يحصل على عمولته. فهنا شباب البنك حيستلم قيمة الحوالة بالكامل بالإضافة إلى العمولة. فحنقول من حساب الخزينة إذا تم استلام المبلغ نقدا أو خصما من حساب العميل الجاري طالب التحويل، طبعا إلى حساب وسيط اللي هو حساب حوالات داخلية صادرة وعمولة. فلو فرضنا أن العمولة قيمتها 1000، والأسف فرضنا أن الحوالة قيمتها 1000 دينار والعمولة 10 دنانير، إذا أنا حخصم من حساب العميل أو أنا حستلم نقدا من حساب العميل 1100. طيب الحين استلمنا المبلغ وأشعرنا البنك المراسل بأن هناك خطاب، هناك قيمة حوالة بقيمة كذا لشخص المستفيد،
فبرجاء القيام بإعطاء العميل قيمة الحوالة. طبعا هنا حينتظر البنك إشعار من البنك المحلي الآخر يفيد بأنه قام بتسليم الشخص الثالث اللي هو المستفيد قيمة الحوالة. في الحالة هذا حيقوم البنك بإثبات العملية كالتالي: أول شيء عندي حوالة داخلية صادرة، طبعا هنا في القيد الأول كان يقولنا هنا عملنا حساب بسيط، أثبتنا حساب بسيط إلى أن يتم إقفال الحساب هذا. فلو لاحظين أنه في القيد الأول قلنا إلى حساب حوالات داخلية صادرة، في القيد إلى طبعا طلب دائن حساب دائن، لما أقفلناه قلنا من حساب حوالات داخلية صادرة طبعا، وأثبتت القيمة لصالح البنك المحلي أو الفرع المحلي المراسل، طبعا هو دينا علينا لصالح البنك المراسل. طبعا هنا البنك المراسل الشباب هو من دفع نيابة عنا، وأثبت العملية بقيد مستندي. طب ليش قلنا أثبتنا العملية بقيد مستندي؟ لأنه يا شباب القيمة هنا لم يتم إرسالها للبنك المعني، ولكن أرسلت قسيمة التحويل، لذلك تثبت دينا علينا لصالح البنك المحول إليه، فهو طرف لدينا دائن أي التزام علينا بسداد القيمة له نقدا أو تضاف إلى حساب الجاري للبنك المراسل. طبعا هذه وسيلة متفق عليها بين البنوك لوجود حسابات وعمليات تبادلية فيما بينهم. الحين يا شباب الحين تكلمنا عن أننا صدرنا الحوالة. الحالة الثانية استلمنا حوالة، يعني حوالة داخلية واردة جتنا من بنك قارة عمان، بنك الأردن، بنك الإنتاج المهم، أو من فرع إلنا فداخل الدولة، فتسمى حوالات داخلية واردة. طبعا استلمنا خطاب من البنك بيفيد بوجود حوالة لصالح المستفيد. يقوم البنك هنا بإثبات العملية، طبعا تسجل في سجلات الحوالات بكامل التفاصيل، ثم يتم التواصل مع صاحب الحوالة لإبلاغه بأن هناك مبلغ محول لصالحه، وعليه الإقدام إلى استلام المبلغ، إما يتم استلامه نقدا أو إذا كان له حساب جاري يتم وضع قيمة الحوالة في حسابه الجاري. طبعا هنا شباب تثبت القيمة المحولة بجعل الجهة المحولة طرف مدين. أي إيش طرف مدين؟ نظرا لأن هذه العملية مرسلة لم ترسل، نظرا لأن الجهة المرسلة لم ترسل أموال نقدا، ولكن ما تم إرساله هو إشعار أو خطاب يحمل أمر مستندي للدفع نيابة عن البنك المحلي كجهة محولة للقيمة. طب متى؟ إلى أن يتم استلام المبلغ نقدا. طبعا فيش استلام نقد هنا، ولكن يتم معالجتها محاسبيا من خلال الحسابات الجارية التبادلية بين البنوك. يعني أنا عندي طبعا هنا يا شباب، أنا ليش قلنا حسابات تبادلية بين البنوك يا شباب؟ لأنه اليوم أنا بحول مبلغ من هان إلى بنك آخر، ثاني يوم أو في نفس اليوم هناك حوالة وارد علينا، فحوالة واردة وحوالة صادرة، فممكن أنا أعمل مقاصة بين الحوالات أو تثبت في حساب التبادلي. فهنا الأمور مرة الحساب البنك المحلي المدين، مرة بكون دائن، فيتم إيش المقاصة بين العمليات. قيد إثبات الحوالة الواردة، يعني إجتني خطاب من البنك يفيد بقيمة الحوالة، إذن هنا حقوم بإثباتها بالقيد التالي:
حقول إن أنا بدي من البنك المحول قيمة الحوالة، فحقول من حساب البنك أو الفرع المحلي المراسل إلى حساب وسيط هو حساب حوالات خارجية، حساب حوالات داخلية، عدلوها حسابات داخلية واردة. طبعا أقول إنه هذا حساب وسيط يتم إقفاله بمجرد استلام العميل قيمة الحوالة. عند حضور الشخص المستفيد عند حضور الشخص المستفيد للمطالبة بالدفع، يقوم البنك بإعطائه قيمة الحوالة طبعا بعد خصم عمولة البنك. عند تقديم قيمة الحوالة حنقول من حساب حوالات داخلية، هنا حوالات داخلية واردة. ناقصين يا شباب، هناك في القيد السابق قلنا إلى حساب حوالات داخلية واردة. طيب كحساب وسيط، لما يتم استلام المبلغ حنقفل الحساب هذا الوسيط، هو حساب دائن اقفلناها بنخليه حساب مدين، فحنقول من حساب حوالات داخلية واردة إلى مذكورين، إلى الحساب الخزينة أو حساب الجارية بصافي القيمة بعد خصم العمولة. شباب ملاحظة، قيمة الحوالة ثابتة، ممنوع أغير في قيمتها، التغيير هيتم في حساب الخزينة أو في حسابات الجارية. يتم تسليم المبلغ بالصافي. يعني على سبيل المثال قيمة الحوالة 1000 دينار، العمولة 100، فحيستلم الشخص المستفيد 900، حنقول 900 إلى حساب الخزينة أو حسابات الجارية. طيب أما الحين نشوف الحوالات الخارجية. حوالات خارجية طبعا أقول الحوالات الخارجية في منها صادر وفي منها إيش وارد. خلينا نشوف الحوالات الخارجية الواردة. طبعا ترد إلينا من البنك الأجنبي، طبعا بنوك خارج البلد، إشعار أو خطاب يفيد أن هناك مبلغ من المال محول إلى عميل البنك، عميلكم، ومطالبة وأرجو من سيادتكم التكرم بتسليم المبلغ إلى الشخص المستفيد. هنا البنك المحلي ما اثبتش أموال نقدا، ولكن استلم مستند أو خطاب مشفر، فحيقوم بإثبات العملية دينا على البنك المراسل بقيمة المبلغ المحول. فحنقول إلى حنقول من حساب المراسلين حوالات، من حساب مراسلين حوالات إلى حساب حوالات خارجية واردة. ملاحظين هنا حوالات خارجية واردة طرف دائن، وحساب المراسلين حوالات طرف مدين، إنه أنا بطالب البنك المراسل بسداد القيمة، بسداد القيمة. عندما يأتي الشخص المستفيد يستلم الحوالة، فملاحظين القيد الأول قلنا إلى حساب حوالات خارجية واردة، حساب حوالات خارجية واردة. لما يستلم طبعا هذا حساب وسيط حتم إلغائه، حيكون هنا حساب، بدل ما يكون لما يكون هنا حساب دائن حنخليه إيش مدين، فحقول من حساب الحوالات الخارجية الواردة إلى مذكورين الخزينة بصافي القيمة، خزينة أو حسابات الجارية بصافي القيمة بعد خصم العمولة البنك. طب هذا علشان يا شباب هنا المعاملة خارجية، فيفترض إنه البنك الأجنبي حيقوم بتوريد القيمة إلينا عن طريق البنك المركزي.
فأنا حاستلم من البنك المركزي قيمة الحوالة، نقد قيمة الحوالة، فحنقول من حساب البنك المركزي، أو إذا كان هناك عملية تبادلية بيني وبين البنك الأجنبي فمعناته حيكون في حساب جاري للبنك الأجنبي لدينا وفي معاملات بيننا. طب لو فيش معاملات حنقول من حساب البنك المركزي. طب لو في معاملات وفي إلهم حساب فحنقول من حساب المراسلين جاري المراسلين إلى حساب المراسلين حوالات. ملاحظين إلى حساب المراسلين حوالات طرف دائن، وفي القيد الأول طرف مدين، حيروح مع بعضهم ليه؟ لأن فعلي فعلا أنا استلمت المبلغ. كمل. الحوالات الخارجية الصادرة، يعني إجا طرف، إجا عميل عندي طلب مني أقوم بتحويل مبلغ معين إلى شخص آخر في دولة أخرى، وحدد إلي البنك اللي أنا هحول إليه. في الحالة هذه هطلب من العميل إنه يعطيني القيمة المطلوب تحويلها أو القيمة تخصم من حساب من حسابه الجاري. هنا حنقول من حساب الخزينة أو خصما من حساب الجاري إلى مذكوري. حوالات خارجية صادرة كحساب وسيط وحساب العمولة. فهنا أنا كبنك هستلم من العميل قيمة الحوالة بالكامل، بس هسيب مثال 2000 دينار والعمولة 100. إذا حاستلم منه 2100 دينار، إذا هقول 2100 دينار من حساب الخزينة أو حسابات الجارية إلى مذكورين، 2000 حوالات خارجية صادرة ومية حساب العمولة. طيب الحين قلنا هان إلى حساب حوالات خارجية صادرة، احفظوها هذه، طرف دائن، حساب وسيط دائن. عند ورود إشعار من البنك الأجنبي بأنه تم الدفع، هنا حنثبت القيمة كالتالي: حوالات خارجية الصادرة كانت دائنة أصبحت هنا مدينة. هنقول من حساب حوالات خارجية مش خارجية صادرة إلى حساب المراسلين حوالات. تمام هيك؟ طيب وفي المرحلة الثانية أنا كبنك حورد لي العميل إلى البنك القيمة المستحقة له. طبعا هقول طب كيف احنا هوردها؟ هوردها عن طريق البنك المركزي. وإذا كان البنك الأجنبي له حساب جاري عندنا، يعني في هناك معاملات تبادلية بينه وبينه، فهروح أضيف القيمة في حساب جاري المراسلي. فحنقول إلى حساب البنك المركزي أو المراسلين حسابات جارية. تعال نشوف الشباب التمارين ونحلها. التمرين الأول ويقول لي 3000 قيمة حوالة، 3000 دينار قيمة حوالة داخلية صادرة، العمولة 1.3%. هان أنا طالما صادرة فحطلب من العميل يعطيني قيمة الحوالة اللي مطلوب تحويلها 3000، وحطلب منه يعطيني عمولتي أنا كبنك اللي هي 10 دنانير، فمعناته إنه هحصل منه 3100. طب بعد هيك لما المبلغ المحول استلمه الطرف الثالث اللي هو المستفيد، فهقول من حساب حوالات داخلية صادرة إلى حساب البنك المراسل. فملاحظين هنا حوالات داخلية صادرة حساب وسيط كان دائن، لما انتهينا من الحساب الوسيط أصبح مدين. من حساب حوالات داخلية صادرة إلى حساب البنك المراسل اللي هو دائنا علينا بقيمة المبلغ المحول.
في أنا عندي 50,000 قيمة حوالة خارجية صادرة، أي أن العميل طلب من البنك يقوم بإرسال مبلغ حوالة إلى شخص بخارج البلد، يتم تصديرها من خلال بنك محدد تم تحديده. هنا ما على البنك إلا أن يستلب من العميل قيمة الحوالة اللي هي 50,000 زائد عمولته اللي هي 300 دينار، فحيستلم 50,300 دينار من حساب الخزينة أو حساب التجارية إلى مذكورين، اللي هي قيمة الحوالة الخارجية الصادرة 50,000 زائد عمولة البنك. طيب سؤال، هل هان أظهر إلي في الفقرة إنه تم استلام قيمة الحوالة من قبل الشخص في البنك من قبل الشخص في خارج البلد؟ طبعا لم يذكر في المثال الكلام هذا، إذا أنا أكتفي بإثبات إن قيد الحوالة. الحين في عندي 140,000 حوالة خارجية واردة، يعني جتني من برا لصالح عميل لدينا بالداخل. هنا أنا حستلم من مين؟ حستلم من البنك المراصد. إذا أنا حستلم منه خطاب وحسب القيد هذا إن أنا بدي من البنك الأجنبي قيمة الحوالة، فالبنك الأجنبي أو البنك المراسل مدين إلي، فحنقول 140,000 من حساب مراسلين حوالات إلى حساب حوالات خارجية واردة، حنتظر إلى أن يحضر الشخص لاستلام القيمة. طبعا هنا ما ثبتناش، آسف، هنا طبعا هنا العمولة شباب هي عبارة عن 900 دينار، ملاحظين هنا أنا ما ثبتهاش. ليش ما ثبتهاش؟ لأنه لم يحضر إلي العميل لاستلام القيمة. تمام، 60,000 قيمة حوالة داخلية واردة، حوالة وردت إلي من خلال فرع داخل البلد أو من خلال بنك محلي، طبعا استلمت الحوالة هذه، استلمتها واثبتها في قيد. طبعا هنا انا بدي من البنك المراسل المحلي، فحسبتها حسب القيمة المستحقة على البنك المحلي، 60,000 من حساب البنك المراسل الى حساب حوالات داخلية واردة. اسف. طيب نشوف الفقرة اللي بعديها. طلب أحد العملاء تحويل مبلغ قيمة 40,000 دولار إلى شركة الملاحة برفح. طبعا هنا إذا شركة الملاحة برفح يعني حوالة داخلة، وذلك من حسابه الجاري المدين. طبعا هنا في عمولة وبكام التكملة، وورد إشعار من الفرع بأنه البنك المبلغ قيمة تم تسليمها لشركة الملاحة. الجزء الأول، الشطر الأول من المسألة طلب التحويل. عشان نحول المبلغ بدي أستلم من العميل 40,000 قيمة مبلغ الحوالة زائد عمولة الحوالة، كم عمولتها؟ 120 دينار، فحصل منه 40,120 دينار. كيف نثبتها؟ حنقول من حساب الخزينة أو حساب جاري، آسف، حنقول من حساب جاري المدين خاص بالعميل كامل القيمة اللي هي 40,000 زائد العمولة إلى حساب حوالات داخلية صادرة اللي هي 40,000 إلى مسكين طبعا، و 120 حساب العمولة. إذا عندي 40,000 قيمة الحوالة و 120 قيمة العمولة، فأنا حستلم من العميل 40,120 دينار من حساب حسابات جارية مدينة إلى مذكورين، 40,000 حساب حوالات داخلية صادرة وقيمة العمولة. الشطر الثاني من المثال من التمرين،
بيحكي لي ورده شعر من البنك يفيد بالتحويل، معناته الكلام هذا حسبة القيمة لصالح الفرع دين علينا. فحقول لاحظين هنا إلى حساب حوالات داخلية صادرة، حساب وسيط مؤقت دائن هخليه مدين، أقول 40,000 من حساب حوالات داخلية صادرة إلى حساب فرع رفح اللي هو البنك المراسل فرع رفح. خلصنا المسألة، نيجي نشوف المسألة بعديها. ورد إلى التاجر عبد الله حوالة من عملائه في أسبانيا بقيمة 20,000 دولار، أضيفت إلى حساب الجاري بعد اقتطاع العمولة. أول شيء حسبت قيمة الحوالة الواردة، قيمة الحوالة الواردة، واردة من وين؟ من برا. إذا أنا حسبتها دينا عن بنك المراسل مراسلين حوالات، هقول 20,000 من حساب مراسلين حوالات إلى حساب حوالات خارجية واردة. بعد هيك حقوم حسلم المبلغ إلى العميل اللي هو مبلغ 20,000 بعد خصم عمولة البنك. حقول طبعا هنا حوالات خارجية واردة كان الطرف دائن حساب وسيط دائن، لما أنا سلمت المبلغ إلى العميل حصير طرف مدين. 20,000 من حساب حوالات خارجية واردة إلى مذكورين حسابات جارية دائنة وعمولة، العمولة 75 دولار. فأنا هنا شباب مش حاطي العميل 20,000 بالكامل، حاطي صافي القيمة. كم صافيها؟ 19,925 طبعا هنا بعد خصم العمولة. انتهينا. الحين أنا حيقوم البنك الأجنبي بتوريد قيمة الحوالة إلينا. طيب كيف حيتوردها؟ من خلال البنك المركزي. فحنقول من حساب البنك المركزي إلى حساب مراسلين الحوالات. شباب انتم ملاحظين لو انتم عملتوا قيد واحد صح حيطلع معكم المسألة كلها هي صح. ليش؟ لاحظ انه تعال نرجع تاني، 20,000 إلى حساب حوالات خارجية واردة، لما نلغيها حنقول من 20,000 من حساب حوالات خارجية واردة. نرجع تاني، في عندي حساب المراسلين حوالات 20,000 من حساب مراسلين حوالات، لما استلمنا المبلغ أصبح القيد هذا مش له لازمة، مدين أصبح دائن لما استلم واستبدلناه ب20,000 من حساب البنك المركزي. تعال نشوف، أصدر البنك حوالة إلى شركة MIME من في أمريكا. يعني هنا البنك أصدر حوالة، إذا الحوالة صادرة في أمريكا يعني حوالة خارجية صادرة بناء على طلب العميل بقيمة 100,000 دولار، عمولة 150 مصاريف 50. إذا البنك هنا شباب حياخد من العميل قيمة 100,000 زائد 150 والخمسين، إذا حياخد منه 100,200 دينار. فحنقول 100,200 دينار من حساب الخزينة أو حساب جاري العميل وإلى مذكورين قيمة الحوالة حوالة خارجية صادرة. ملاحظين يا شباب إنه قيمة الحوالات في كل الأحوال ثابتة لا تتغير، اللي بتغير هو حساب الخزينة أو حساب الجاري. طبعا هنا إلى مذكورين حساب حوالات خارجية صادرة 100,000، عمولة 150، مصاريف 50. المجموع اللي أنا حستلمه من العميل هي 100,200. إثبات قيمة الحوالة لصالح البنك المراسل، طالما إن ورد إشعار إذا أنا حسبتها لصالح البنك المراسل كونه قام تسليم القيمة للشخص المستفيد. هنا هنقول إذا أصبح قيمة حساب بسيط الحوالة خارجية الصادر أصبح ملوش لازمة، فكان دائن خليه مدين نلغيه، إلى 100,000 من حساب حوالة خارجية صادرة إلى حساب البنك المراسل أو مراسلين الحوالات. إذا أصبح البنك المراسلين الحوالات لهم أحقية لدينا أو التزام علينا بتوريد مبلغ 100,000 إليهم،
فالتزام علينا، حنقوم بتودي المبلغ عن طريق البنك المركزي أو إضافة القيمة في حسابهم الجاري إذا كان هناك حسابات تبادلية بين بعض. فحنقول 100,000 من حساب مراسلين حوالات إلى حساب البنك المركزي. نفس الشيء يا شباب اللي ملاحظين إنه لو أنا عملت قيد واحد إذا كل القيود هيطلع معايا صح. ملاحظين هنا 100,000 إلى حساب حوالات لما حساب كحساب وسيط، لما انتهينا منه قلنا 100,000 من حساب حوالات خارجية صادرة. ملاحظين إلى 100,000 إلى حساب مراسلين حوالات لما استلمنا المبلغ، هو لما سلمنا المبلغ أو أرسلنا المبلغ إليهم أرسلنا عطيق البنك المركزي، فأصبح حساب المراسلين صفر، كان دائن أصبح طرف مدين، مدين مع دائن أصبح صفر، واستبدلناه إلى حساب البنك المركزي.